الله ايش كاتب لنا؟ نسمع شيء الامل طيب؟ يلا نسمع. بالمناسبة صوتك من تحكيني يشبه صراحة يعني. لو قلت لك حبيبي يعني فدوة ويا اهل الحسد ابتلي بلوى، لو قلت لك حبيبي عيوني فدوة ويا اهل العتب ابتلي بلوى، والله الدنيا من غيرك ما تسوى، والله الدنيا من دونك ما تسوى، فدوة 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 يا عزيز العين فدوة. الله حنين. ها ساعتها حاجة ملغبة لا لا.